عاد إلى البلاد وفد مملكة البحرين الطلابي الفائز في المسابقة الآسيوية الأولى للمهارات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بعد تحقيقه المركز الأول آسيويا والميدالية الذهبية في مهارة التصميم الجرافيكي ضمن فئة الكبار والمركز الثالث والميدالية البرونزية في مهارة الروبوتات ضمن فئة الناشئين. وكان في استقبال الوفد الطلابي الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات وعدد من كبار مسؤولي الوزارة وأهل الطلبة الفائزين. ونقل الدكتور محمد مبارك جمعة تهاني وتبريكات سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه النتائج المشرفة تعد إحدى ثمار الجهود التي تقوم بها الوزارة لإكساب الطلبة المهارات المهمة على الصعيد العالمي وتطوير مواهبهم وإبداعاتهم المتنوعة من خلال العديد من الأنشطة والبرامج التربوية النوعية، بما في ذلك أنشطة وبرامج مركز رعاية الطلبة الموهوبين، والذي كان له الفضل في تدريب طالبين فائزين بهذه المسابقة الآسيوية. من جانبهم أعرب الطلبة عن سعادتهم الغامرة بتحقيق هذا الإنجاز في هذا المحفل الكبير بعد أن تمكنوا من التفوق على عدد من الدول المتقدمة في مهارات محور التنافس مثل كوريا واليابان والصين والإمارات. تشرفت اليوم في الواقع بأن أكون في مقدمة مستقبلي الطلبة العائدين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد مشاركتهم المشرفة في الواقع في المسابقة الآسيوية في مختلف المهارات المتعلقة بالروبوت والجرافيك ديزاينز وغيرها، حيث أدى طلبة مملكة البحرين أداء مشرفا تكلل بفوزهم بعدد من الميداليات الذهبية والبرونزية فيما يتعلق بالروبوتكس وأيضا الجرافيك ديزاين. وتشرفت أيضا بأن أقدم التهاني والتبريكات لأهالي وأولياء أمور الطلبة بالنيابة عن سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي. وجدير بالذكر في الواقع أن هؤلاء الطلبة هم نتاج النظام التعليمي في مملكة البحرين، اثنان منهم في الواقع هم خضعوا لمتابعة مستمرة من قبل مركز الموهوبين التابع لوزارة التربية والتعليم، وخضعوا أيضا لخطط وبرامج مكثفة في مختلف المهارات المتعلقة بالروبوتكس. وأود في الواقع أن أقدم التهاني والتبريكات للطلبة وأولياء أمورهم متمنيا لهم كل التوفيق في المقبل من الأيام. إيمانا بقدرات الطلبة بمختلف مستوياتهم سواء كان على المستوى المدرسة أو على مستوى الجامعة، لجنة المهارات هي تعمل جاهدة من أجل اكتشاف هذه المواهب وصقلها، بالإضافة إلى أنها تجعلهم كفاءات تمثل مملكة البحرين على صعيد المحافل. وأحب أحب أشكر وزارة التربية والتعليم على جهودهم فريق بحرين سكيلز تابع الوزارة، ما قصروا معانا وأشكرهم على كل جهودهم ورعايتهم لنا ومساعدتهم في تطوير موهبتي وشغفي في الجرافيك ديزاين. وأحب أهدي هالإنجاز حق وزارة التربية وحق البحرين. حلو أن أمثل مملكة البحرين وأرفع اسم بلادي. شعور جميل جداً أنك تحقق شيء للبحرين وتحمل علمها قدام الناس كلها، وفخر واعتزاز ما شاء الله. والجهود المبذولة من مركز رعاية الطلبة الموهوبين من وزارة التربية والتعليم حق تأهيلنا لهذه المسابقة ومسابقات غير هي اللي خلتنا نقدر نجتاز هذه المرحلة وندخل ونبارز كل الدول وناخذ مركز الثالث على مستوى آسيا. حققنا المركز الثالث بالميدالية البرونزية في المسابقة الآسيوية للمهارات من فئة الروبوتكس. إنجاز لي ولمملكة البحرين في أن أمثل هذه المسابقة على مستوى آسيا.